بسم الله الرحمن الرحيم. المفتاح اللي قدامنا مفتاح اي جي ماك جهد 11 كيلو فولت. المفتاح طبعا زي ما احنا شايفين من النوع الميكانيزم بتاعه نوع سبرينج. لو احنا خدنا المكونات هنلاقي ان ده السبرينج اللي خاص بالتوصيل، هنلاقي برضو هنا السبرينج اللي خاص بالفصل، هنلاقي عمود الاكس الرئيسي، تمام، عمود الاكس الرئيسي. وعمود الاكس الرئيسي ده هو اللي مربوط بسبرينج التوصيل وسبرينج الفصل اللي بيؤدي للحركه زي ما هنعرف. وعندنا الجيب بوكس اللي خاص بالموتور اهو، الموتور اللي بيبدا يعمل لنا عمليه الشحن للسبرينج بتاع التوصيل. وعندنا ايضا الاكزوري سويتش، وهنلاقي هنا الكويلات بتاعتنا، ده الكويل بتاع الفصل وده كويل التوصيل. لو جينا بصينا للمفتاح، اجزاء المفتاح برضو من الناحيه الثانيه، هنلاقي ان هو ده الجزء الرئيسي اللي خاص بالمفتاح عندي. هبص الاقي ان الاكس الرئيسي اللي احنا شاورنا عليه جوه مربوط بعده ادرعه، دراع واحد ودراع اثنين ودراع ثلاثه. الدراع ده هو اللي بيبدا بيعمل لي عمليه الفصل والتوصيل للمفتاح، وهو ده السيركت بريكر اللي خاص بيا. ده الامبوله اللي من النوع فاكيوم، الوسط العازل من النوع فاكيوم، وهو ده اللي جواه الملامسات، فوق الملامسات الثابته وتحت الملامسات المتحركه، ويكاد يكون التوصيل جوه يكاد يكون عده مليمترات، تقريبا 4 مليمتر. مجرد ان بيحصل فده المفتاح بتاعنا من ورا. هنلاقي مثلا عندنا مصدر الدخول او الخروج، وبرده نفس النظام مصدر الدخول والخروج. وهنا المفتاح عندي اللي بيبدا يحصل فيه الاون والاوف بتاعي. لو احنا حبينا نشوف الامبوله بتاعتنا من جوه ككونتاكت ثابت ومتحرك، هنشوفها كالاتي. ادي دي الامبوله بتاعتنا بيبقى جوه. لو قلبنا هنلاقي هنا ده الكونتاكت اهو، ده الثابت بتاعنا، ده الكونتاكت الجزء الثابت، ودي الجزء اللي بيحصل فيه غرفه اطفاء شراره، بيحصل فيها اطفاء الشراره. هنبص في الجزء الثاني اللي فيها الجزء المتحرك، الكونتاكت المتحرك الموفينج كونتاكت. هنلاقي الاستاذ محمد بحركها لنا اهو، يبقى فيها نوع من انواع الايه، الحركه، حركه بسيطه. مجرد الحركه البسيطه دي، مجرد ان هي بتتحرك، بيبدا يعمل عمليه توصيل مع الايه، الجزء التاني. يبقى ده كده شكل الامبوله بتاعتنا من بره، وده الشكل الداخلي بتاعنا. طب الحركه البسيطه الاستاذ محمد بيعملها لنا بايده، ده هيكررها مره ثانيه. طبعا مش باينه لان هي دوب اهي اهي عده ملي مترات. الحركه دي اللي بيبدا يعملها لنا الدراع، الثلاث ادرعه دول. طبعا الثلاث ادرعه دول مرتبطين يا جماعه زي ما احنا اتفقنا، ثلاث ادرعه مرتبطين بمين؟ بالثلاث امبولات بتاعتنا، امبوله واحد، امبوله اثنين، والامبوله ثلاثه، او ثلاث غرف بتاعنا الفاكوم. طب الحركه بتاعتي دي، مجرد الحركه دي بتجي لي من عمود في هذا الاتجاه، يبدا تحصل عمليه الايه؟ تبدا تحصل تعمل عمليه التوصيل هنا. نفس النظام لو الحركه بتاعتي رجع العمود ده مكانه، يبدا يحصل عمليه الفصل في ايه؟ في الجزء اللي عندي هنا. يبقى انا عندي الجزء ده والجزء ده، لو اتحرك كده بيعمل لي عمليه توصيل هنا، ولو اتحرك العكس برضه بيبدا يعمل لي عمليه الفصل هنا. والجزء ده هنشوف حركته دلوقتي معانا. لو احنا حبينا نعمل توصيل دلوقتي، اتفضل يا استاذ محمد، ده حركه التوصيل. هنا تم الايه؟ تم توصيل الكونتاكت في الامبوله. لو حبينا نعمل عمليه فصل، بصوا للحركه يا جماعه، الدراع هيرجع تاني ازاي؟ رجع الدراع مره ثانيه. طب تمام. طب احنا شفنا الحركه من هناك، حركه الدراع الادرعه اللي بتبدا تعمل لي عمليه الفصل والتوصيل. طب الحركه دي جايه منين؟ ما احنا لو احنا بصينا من قدام هنلاقي مثلا ادوا دول اهم الثلاث دراعات اهم، دراع واحد واثنين، وادي الدراع الثالث اللي ورا دول. هبص انا الثلاثه دول مربوطين، الدراع ده يا جماعه اهو مربوط من فوق هنا اهو، والدراع الثاني اهو مربوط في الجزء ده بعمود الاكس الرئيسي، والدراع الثالث مربوط ايضا بالعمود الاكس الرئيسي. عمود الاكس الرئيسي اللي قدامنا ده يا جماعه اهو، ده لو لف 60 درجه بيبدا يتم عمليه التوصيل، ولو تم 60 درجه بتبدا عمليه الفصل. طب احنا شفنا يا جماعه من ورا حركه الثلاثه دراع اللي بتعمل الاون والاوف. طب حركه العمود اللي هتعمل الاون والاوف هنشوفها مع بعض. هنشوف بقى حركه العمود. عايزك تلاحظ الجزء ده، الجزء ده في حاله التوصيل هينزل لتحت، يعني معناها ان العمود بتاعي لف في هذا الاتجاه. يبقى الجزء ده هنعمل اون دلوقتي يا جماعه، حركه اون، هنعمل حركه اون. عايزك تركز،
بص يا جماعه اتفضل استاذ محمد. يبقى ده لف العمود الرئيسي، وبالتالي العمود الرئيسي حرك مين؟ الثلاث اذرعه اللي احنا شفناهم تحت. نفس الوضع برضه، تعالى بص لما نشوف نعمل حركه اوف، بص العمود لفته هيبقى العكس. المره الاولى نزل العمود لتحت، المره دي هيطلع العمود لايه؟ لفوق. نبص كده مع بعض اتفضل استاذ محمد. طلع العمود مره ثانيه، يبقى دي الحركه بتاعه العمود اللي خاصه سواء بالاون او بخاصه بالاوف. دلوقتي بعد ما شفنا المفتاح كتوتال هنبدا نتعرف على المفتاح جزء جزء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلاقي قدامنا ده البوكس يا جماعه، البوكس هو لسه في بدايه التركيب. البوكس زي ما احنا شايفين بوكس ما في بدايه التركيب، يا دوب بدانا نركب العمود الاكس الرئيسي اللي هيبدا رايح للثلاث فيتات ماشي. طيب وحطينا برضو السبرينج بتاعه الفص، وحطينا يا دوب معلقين سبرينج بتاع التوصيل، ودي الجزء الخاص كله بدايره الفص. طب هنيجي نشرح مع بعض ده بالسبرينج. اول حاجه عايزك تبص عليها وتخلي بالك منها من سبرينج الفصل اللي قدامنا ده اهو، ده بدايه الصندوق تماما. سبرينج الفصل يا جماعه مثبت من فوق وحر الحركه من تحت، ومرتبط بالاكس الرئيسي، مرتبط بالاكس الرئيسي. ده الاكس الرئيسي اهو، هنشوف حركته. هنلاقي السبرينج مرتبط معاه من تحت وحر الحركه وثابت من فوق. لو حبينا نعمل عمليه توصيل الجزء ده يا جماعه ما بيتشحنش، الجزء ده الا وهو السبرينج بتاع الفصل ما تشحنش الا في حاله وجود توصيل للمفتاح. وتوصيل المفتاح معناها ان العمود الاكس الرئيسي هيلف في هذا الاتجاه. احنا هنعمل عمليه لف كاننا بنعمل عمليه توصيل للمفتاح، وهنشوف الحركه بتاعتنا ازاي. اتفضل يا استاذ محمد. انا دلوقتي اهو بلف المفتاح، بنزله تحت اهو، العمود الاكس بيلف بيلف بيلف. بص هنا السبرينج بتاعنا بيتشحن بالضغط بالضغط. تمام تمام تمام. نبدا نرجع الوضع مره ثانيه كده يا استاذ محمد. بص لما بيبدا يا جماعه ثاني ارجع. طيب تمام، هنعمل عمليه شحن ثاني. ايش انا هعمل؟ طب انا هبدا عمليه شحن انا عندي السبرينج، السبرينج الفصل يا جماعه بيبقى ضاغط على العمود من هنا، يعني انا لو سبته المفروض يضغط عليه. طب مين بقى اللي بيبدا يمسك الحركه دي؟ عندي كامه وباليا. يبقى انا كده حصل عندي شحن، الشحن ده المفروض ده الراجل ده يتفرغ في اي وقت. اللي هيبقى عندي موجود عندي الكامه والباليا، هي دي الكامه ماشي يا استاذ محمد. هو دلوقتي هنفرغه مره ثانيه، هنبدا نشحنه. بصوا في حاله الشحن يا جماعه الحركه هنا بتاعت الكامه والباليه، ادي الكامه ادي الكامه ادي الكامه، خليك معايا بس. الكامه هنا يا جماعه قفشت على البليه دي، البليه دي عايزه ترجع مكانها مره ثانيه، اللي قفش عليها الكامه بتاعتنا. لما انا بدي اوردر فصل سواء بايديا او سواء عن طريق الكويل اللي هيتحط في الجزء ده، ده هيبدا الجزء ده بيرجع. بص انا ببدا احرك مين؟ بحرر الكامه، الكامه مجرد اتحركت ده هيبدا يرجع في وضعه مره ثانيه عن طريق مين؟ عن طريق سبرينج الفصل بتاعنا. وده الجزء اللي خاص بسبرينج الفصل والكامه بتاعته والبليه بتاعته.